الدين وهذا دو أمي الدين مرحبا وهذه هي حكايتنا الفلكة الخامسة غدا العيد. في البداية كان من الصعب ولكن العيد أصبح قريبا. الصيام سريع جدا. جدتي صديق بين كان صايم طول اليوم وحصل على 5 ريال. يا جدة فهمتي بشخص الحين. لكن ايوة لكن وش هو؟ صديق بين كان صايم نص اليوم مو كله. يصير ولا ما يصير يا جدة؟ اكيد يصير، بس الأطفال الزين أحسن يصومون اليوم كله، راح يحصلون حسنات ويدخلون الجنة. أوه. إحنا أطفال زينين مش كذا يا جدة؟ أكيد أحفادي كلهم زينين، عشان كذا لازم تكونوا مخلصين في صيامكم مشوا عشان الفلوس وبس. أنت مشكلة. أنا آسف جدتي، العيد ممكن بكرة. والله لو صحيح أقول لازم نطبخ للعيد من الحين. الآن بكرة؟ ويش راح تطبخون للعيد؟ ليش ما كلي؟ أنا أريد كبسة. تريدون تأكلون دجاج؟ أيوة. روحوا صيدوه. ما في مشكلة. يا. ويش اللي دورون عليه يا عيال؟ قايدين ندور على. أنت مو بصايم؟ أنا صايم نص يوم بس. جدتي قالت اللي يصومون نص يوم مثلكم ما يحصلون حسنات. أيوة صح، حصل حسنات وشوله عشان تدخلوا الجنة. ها كملوا انت. ما اريد، اني صايم. ها لكن انا اريد ادخل الجنة كمان. ها من بكرة اريد اصوم اليوم كله. لكن العيد ممكن بكرة. جدا متأخر، إيش من حظي هذا؟ هاي اصبر انتظر. أيو إيش في؟ لا ما في شيء، إحنا رايحين نسيد دجاج. أها لو صاركم في السيد ممكن بكرة العيد أكل كثير. أيوة البقرة هذه تبغى تأكلها؟ ما ممكن. يا طلع النور. ايوه كده يا ابويا. وشو اللي تمسكون الدجاجة يا عيال؟ روس قالت راح تطبخ لنا دجاج. لكن أنا خلاص اشتريت. لكن لمين هذه الدجاجة؟ هذه دجاجتي. يا روس هذاك اليوم كنا مرة زعلانين من روس. زعلانين. لكن هذاك اليوم روس قالت العيد بكرة. احنا كلنا كنا مبسوطين. ايوه مبسوطين كثير.